حديث عن هذه المبادرة الهامة والكبيرة والعظيمة الحقيقة ينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبين والسادة المشاهدين طيبين. كل سنة وحضرتك طيب وبخير، ودايما موجودين كلنا كتف في كتف للعمل لتنمية الوطن الحبيب. خليني أدخل في تفاصيل الموضوع على طول، ويعني جزء من هذا الخبر بيتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا أشاد بمجهود متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي اللي حوالي 1500. دلوقتي الدولة المصرية بتؤسس لنهج اجتماعي جديد وتغيير في الوعي الجمعي والتكاتف المجتمعي بالمعنى الحرفي للكلمة، ده غير طبعا انضمام كل مؤسسات العمل الأهلي والوطني والخيري تحت مظلة واحدة. إذا نتحدث عن التنظيم، نتحدث عن الرؤية، نتحدث عن الشفافية في العمل والوصول لكل مواطن مصري. تفضل. تمام يا فندم. طبعا بعد تشريف سيادة الرئيس لينا وشكره المجهود اللي احنا بنعمله ده، كان وسام وتاج فوق رؤوس كل المؤسسات والجمعيات اللي بتعمل تحت مظلة التحالف. احنا يمكن ال 1500 دول كانوا استفاف بس مجموعه صغيره جدا من المتطوعين في محافظه المنيا اللي قابلنا سياده الرئيس. طبعا احنا المتطوعين اكتر من كده بكتير، احنا يعني ممكن دلوقتي حوالي 300,000 متطوع، ودول اللي هيساعدونا في مبادره كتف في كتف. يمكن مبادره كتف في كتف دي مبادره كبيره جدا، اول مره تحصل في مصر يمكن في العالم. احنا هنوزع 4 مليون كرتونه مساعدات غذائيه على اهالينا الاسر الاولى بالرعايه. يمكن ال 4 مليون كرتونه دول هيخدموا 25 مليون مستفيد. ده رقم كبير جدا، ده معادله كبيره جدا الحمد لله قدرنا نحققها. ويمكن التحالف وبعد سياده الرئيس ما كلف التحالف وانشا التحالف في مارس الماضي في 2022، ده كان امل بالنسبه لنا ان كل المؤسسات تقعد على ترابيزه واحده وتقدم خدمة متكاملة لأهالينا، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي على أرض الواقع. طيب أستاذ سامح، أنا عارفة دلوقتي وصحح لي أن حضرتك دلوقتي على الأرض بتشتغلوا بتقوموا بهذه المهمة، حدثني من أرض الواقع المشاهد اللي أمام حضرتك دلوقتي، خاصة أن احنا وإحنا بنتكلم مع حضرتك معنا مشاهد على الشاشة للمجهودات المبذولة للمتطوعين للكراتين. أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا مش من دلوقتي، احنا تقريبا بقالنا أكتر من شهر بنستعد وبنجهز لشهر رمضان من خلال استقبال المواد الغذائيه اللي احنا بنخزنها الاول، وبعد كده التعبئه من خلال المتطوعين. واحنا يمكن كنا اول امبارح في محافظه جنوب سيناء. نعم. كانت بدايه مبادره كتف في كتف، نحن وزعنا هناك حبال محمله باكثر من 400 طن مواد غذائيه، اكثر من 20,000 محافظه جنوب سيناء. انتوا فين دلوقتي يا استاذ سامح؟ احنا حاليا في الجيزه. عظيم. احنا حاليا في الجيزه في مؤسسه ابو العنين في البحر الاعظم. وزي ما قلت لحضرتك من يومين كنا في جنوب سيناء. ويمكن مبادره كتف في كتف دي حاجه كبيره جدا، ويمكن يوم الجمعه الجايه اللي هو بكره ان شاء الله. هيكون في تغطيه اعلاميه للمبادره في 16 محافظه في وقت واحد. كل محافظات مصر ان شاء الله هتتغطى بالمبادره، وكل ده بناء على تكليف فخامه الرئيس لينا بان احنا نهتم بالاسر الاولى بالرعايه والحمايه الاجتماعيه اللي تظل الاسر الاولى بالرعايه دي. يمكن ده حاجه كبيره جدا وشرف ليه احنا بنخدم اهالينا. صحيح استاذ سامح، احنا متابعين معاكم خطوه بخطوه خطوات العمل على هذه المبادره الكريمه، ولكن كمان انا حابه اسمع من حضرتك وناكد على هذه المعلومه، كيف يتم الوصول للاسر الاولى بالرعايه؟ لان انا عارفه انه الموضوع بيتم بميكنه محدده. طبعا احنا عندنا داتا بالاسر الاولى بالرعايه، احنا المؤسسات اللي تحت مظله التحالف دول 31 مؤسسه من اكبر المؤسسات اللي موجوده في مصر. احنا بنشتغل مع جمعيات قاعديه اكتر من 30,000 جمعيه، دول اللي موجودين في الكرة وفي النجوع وموجودين على الارض مع الناس. يعني دلوقتي مثلا في قريه معينه في مكتب من مكاتب المؤسسات موجود في القريه دي، او جمعيه قاعديه بنتعامل معاها. الجمعيه القاعديه دي بيبقى معاها الداتا بتاعه الاسر الاولى بالرعايه، ده ظروفه ايه، هل يستحق الدعم ولا ما يستحقش، اسرته مكونه من كام فرد. كل البيانات دي موجوده تحت ايد التحالف، وطبعا عندنا شغل كبير جدا ان احنا نجمع البيانات بحيث ما يبقاش فيه دوبليكيت في البيانات، مفيش حد ياخد حاجه مش من حقه. يعني واضح ان الموضوع بيتم بنظام شديد جدا ومحكوم، و
التأكيد مش فقط المحاولة، التأكيد على الوصول لكل أسرة من الأولى بالرعاية في ربوع مصر العربية الحبيبة سيتم تنفيذه. الأستاذ سامح النمر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك وكل التوفيق لكم.